سفير الامريكي يقول لي الي, طبعا هم ما راح يطلعوا من العراق, بس يقول لي الي احنا اذا الحكومه جايه بالعراق هاي قبل الانتخابات تريدنا نطلع احنا نطلع. قلت له يعني تكررون مساله افغانستان, انت مو مع الانسحاب؟ لا انا يعني مكتبت لبايدن قلت له انتوا مصداقيتكم اهتزت, رساله رسميه. يمتى دزيتها؟ نزيتها قبل 3-4 أسابيع. قلت له مصداقيتكم اهتزت في افغانستان وفي العراق. في العراق من ايام الاحتلال احنا ما متفقين على, احنا كنا ضد الاحتلال ضد الحصار وضد الحرب, احنا كنا نريد نغير النظام من داخل العراق من خلال القوات المسلحة العراقية, هذا كان جهدنا السياسي, ولهذا تعرضت المحاولة اغتيال قاسية جدا بهالسبب, بسبب تجميعنا لضباط مهمين في داخل وخارج العراق. زين, فلهذا يعني تعرف حضرتك اليوم بصراحة يعني ما تقدر أنت تسكت عن الخطأ والخطيئة. جينا نسوي عملية سياسية بدينا بيها جهد الإمكان عدلنا الأمور, وبعدين أجت لاصت, أجوا الأخوان واتخلوا لك الطائفية وما الطائفية والكذا. أبقي الأمريكان؟ ها؟ أبقي الأمريكان؟ ما لا أقول لك تبقيهم, بالعكس لما أنا أشرت على الأخوان قلت لهم ماكو حاجة يبقون الأمريكان. زين, ولكن هناك حاجة ضارة ماسة لتحقيق شيء اسمه توقيع على اتفاقية قواعد الاشتباك مثل ما احنا سوينا. ما يقدر الامريكي يتحرك, احنا تدري جاني الامريكان منعتهم يدخلون النجف, منعتهم يدخلون فلوجة 60 كيلومتر ممنوع يدخلون, يوصلون النجف ممنوع 60 كيلومتر. وجاني بصراحة يعني احدهم كبير ضابط كبير وقال احنا نقدر نضرب المقتدى الصدر بصاروخ. قلت له دس الضربه وشوف ايش اسوي بيكم, ايش حدك تضربه بصاروخ؟ فكانوا ممنوع بحسب قواعد الاشتباك اللي وضعناها انه احنا اللي صاحبين القرار.